تساقط الأمطار في الجزائر أنهى فترة جفاف حاد دامت 5 سنوات، وفي غمرة الفرحة بامتلاء الوديان والسدود، وفي مكان ما عند نقطة التقاء مناطق الضوء بالظل، تعيش عائلات على جرف وادي الحميز شرق العاصمة وضعا اجتماعيا صعبا. دخلنا للبيت حتى لهنايا، وكان اللي تحتنا وصل لهم كتر، احنا طالعين شوية على الواد، وصلنا لهنا وخرج للطريق، خرج حتى للطريق الواد عمرو لا دخلنا. وفي هذا الأسبوع طلعنا 3 خطرات، عندنا ناس مراد ما نقدروا نخافوا عليهم، أكيد خافوا على البيت، نخافوا على كلش، ولنا كنشوفوا الشتاء نخافوا. ارتفاع منسوب الوادي حول المكان المتاخم له إلى مستنقع وأوحال، أوجب علينا تغيير أحذيتنا لدخوله. تتواجد كاميرا الغد هنا في حي قعلول ببلدية برج البحر، مثلما تشاهدون السيول غمرت البيوت وعلى تقريبا حد الركبة. سندخل الآن إلى أحد البيوت المتضررة لنقل صورة بكافة أبعادها. البيوت الأقل حظاً لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية بنيت بطريقة عشوائية في غياب الرقابة، فالخطر مضاعف يهدد حياة ساكنيها، كحال مراد مازا وعائلته الذين دهمتهم مياه الوادي القوية في ساعة متأخرة من الليل. جت على الوحدة تاع الصباح تقول بزاف الماء، تقاتل المياه بزاف الماء، كي تقاتل المياه تطلقوا البراج، كل عام يفيد علينا الوالد. لهم لك حوايجي، هم حوايجات وعطاهم لي غير الناس، ما قعد لي والو. وربي شهد عليا. 5 سنين ما فاضتش الواد هذايا، والشتاء ما جاتش الشتاء هكذايا، قلنا ربي ربي خلاص الواد. من 2010 وهو يضرب فينا، 2010 نقولوا معليش معليش معليش، بصح خلاص جينها عينا. في حي قعلول ببلدية برج البحر شرق العاصمة تتخذ رتيب جمع ذات 21 ربيعا من هذا الجحر مأوى لها هي ورضيعها الذي لم يبلغ العامين بعد أن فارق زوجها الحياة قبل عام متأثرا بالسرطان. أنا ما نبيش بلي الواد هكا وكامل، خاش هو كل عام هكا يصارنا الواد، كل عام يصدم منا كل عام وتمرميدة، فهمت خويا العزيز؟ ومن بعد شوف شوف هاك شوف حالتنا كيف راهي. قصص اجتماعية وإنسانية لعائلات دفعها الفقر والحاجة لسقف يأويهم إلى المخاطرة بحياتهم بالبناء بطرق غير شرعية في المناطق التي تصنفها السلطات في الخانة الحمراء. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.